au niveau mondial sur la consommation de noix. Donc, pour le laboratoire Dana, donc le centre Dana est impliqué dans l'action, on va dire, à travers, donc, on a ces deux invités, c'est Najib Ben Abdallah, donc c'est le directeur de la coopérative agricole de la COSEC. Vous êtes le deuxième ministre, merci, Dr. Issaoui. Je vois, Kalim Fenebou, l'académiste, avec un très grand intérêt pour l'agriculture. Donc, ces deux partenaires romains, donc là, on a eu la possibilité de faire d'une façon pratique à l'Ikinoa. Donc, à la fin de semaine, vous êtes à une convention, une convention de coopération, mais le Centre international sur la agriculture. Donc, à l'Ikinoa, il y a un احنا دونك لابوغاتوار تاع لي نشتغل دونك عندنا بدل قاومي لي ضغوطات ديال القصر دونك عندنا ان اسبي نحبوا نفهموا كيفاش لي بلون دونك هذوما سادق خاصني خاصني كونفان لكن انا علي بن غير التطبيق نحاولوا يعني نطوروا باش يعني انا من بعد هذوما اي تنعطيهم دونك دي زابليكاسيون براتيك اللي مهمين برشا سور ديفيرون اسبي دونك هذه الاطار العام للاكسبوزيسيون هذيا وزاد عندنا donc avec des collaborateurs internationaux sur, donc, sur la politique du quinoa. Donc, Mahabi Koumidjali, donc, à partir de 2013, le quinoa a peut-être tarif partout dans le monde, à l'échelle de les vertus, les bienfaits sur la santé, etc. Donc, à partir de 2013, la FAO est un chajat pour la culture du quinoa partout dans le monde. Nous sommes là, nous sommes dans les premiers pas d'essai. On a fait des essais d'expérimentation, pas de production, kif, les consommations, on a joué pour les litigants, on a joué parmi vous, on a joué avec les moins chers. Donc, il y a force à savoir avec les moins, donc, ils ont connu une grande pandémie que j'ai eue de l'Amérique du Sud. De point de vue, il y a une classification, parce que les scientifiques, elle appartient à la famille de ceux, les bilas, les bras, salicornes, donc les amalades de CSO. بالنسبه للبيانفي بتاعها دونك اللي تريريش اون سيل نيرو معناها اهم حاجه فيها برشا فير فيها برشا مانيزيوم فيها برشا كالسيوم اللي تريريش اون فيب اللي تريريش اون كربوهيدرات واهم حاجه اهم حاجه هما لي بروتيين اللي تريريش اون بروتيين مي الكاليتي نتاع لي بروتيين دونك لي بروتيين سون لي بروتيين سون غلوتين غلوتين فري دونك اللي ريكوموندي بالنسبه للناس اللي عندهم دي مالاديي تاع ديجيستيون كيما تاع الديسينيال البلا تاع اليوم تسمى البريز كوموندي بالنسبه للناس هذوما توا سي ايمن الشعباني دونك نوتر نوفو كولابوراتور ان جون شيف يخدم على ليكوميسيون بريتان دونك هو بيدو ان شاء الله ربي يحفظ دونك اللي تاثر فرصه ملاد نسيك دونك الحمد لله معناها دونك يتعامل معاه معناها سوي سيدي يعطيكم بالعافيه بالنسبه لي انا دونك فوالا دونك ما نزيدناش نقولوا ما نزيدناش نستعملوا حتى في دوتر معناها يعني برودوي اندستريال ولا الاندستري معناها اليمونتير نجم يكونوا دي برودوي معناها اديتيف في ياغورت والا في دي بسكوي في دي غاليت اكسيتيرا اكسيتيرا مام هي الكينوا فيها دونك يعني
une substance موجوده في الانفلوب هي تسمى سابونين يعني بعد او تاكل دي يعني الشامبيون في الاخر فما ان هو امير دونك هذيك هي سابونين تاع اللي هو امير دونك يلزمها تريتمون على اللي كريم توسي بحري معناها هذيك واكثر من يعني تريتمون تاع السيكونس دونك السابونين هذيك ميم هي اللي نوسيف معناها مش باهيه للبحري ما مي نجمو بو لا فالوزي في لي برودوي مثلا كوزميتيك ينجم يصير في البرو يسمع بها لا بيان اتسيتيرا مع دوكا بالنسبة لنا في تونس برشا ناس يسألوا بنو سنة دونك كيما قلت احنا مازلنا في البريمي با دي سي هذاك معناها بارتنريا هذاك On a fait deux saisons de lycée. On a vu que cette plante elle s'adapte bien à les conditions agroécologiques de la région. Donc, elle peut supporter même 6, 7, 8 grammes de sel. Donc, aussi, on a fait des essais في Champagne, في Badia, des essais في Corba, في Bahda Sabra. Donc, elle s'est bien marché. باش ما نطولش عليكم برشا. لا رونتابيليتي بار هكتار. فوالا دونك ما نجموش نعطيو رونتابيليتي اكزاكت خاطر تعرف يزو شو هو فير معناها يعني اكومبلير تو لي سيكل دو 3 ans باش نعرفوا معناها لو روندمون اكزاكت. انا جو نقول احنا اون تيستي معناها بلوزيور فاليتي معناها وصلنا بريسك اون فانتين فاليتي. دونك مي نجم نقولوا معناها لو روندمون بو اتاند دو 3 طون بار هكتار اي ميم بلوس. اذا كان لي كونديسيون سون بيان معناها. دونك فوالا باش ما نطولش عليكم دونك نعطي الكلمه للسي ماجي باش يزيد يوضح لكم اكثر باش قاعد يزخموا معنا نعرفكم بالتعويضيه خدمه ملحيه للديار في الحرق ولايه صفاقس هي تعويضيه مكونه من صغار الفلاحه يعرفوا بتنفيذ الماشيه وان بليس معناتها الريبارتيسيون دي تران اون بتيت بارسيل ولا سالينيتي دي زو معناها خلقوا الفلاحة معناتها حبينا نشوفوا ونستغلوا خاصة نستغلوا التجارة العالمية عوض أنها قاعدة في الرفوف وأنها تنهبطها لصغار البلاحين. هذه التجربة اللي كان المقترح معناتها من الأول كونا معناتها نجربوا ونتعاونوا وخذينا شوية من صغار البلاحين كل واحد معناتها يزرع شوية ولحد الآن نتبعوا معناتها خاصة معنا سي البعري هو المتكلف ومسؤول على متابعة معناتها النبتة دي في أحزك. ونحن متشجعين باش نواصلوا في التجارب حتى لين ان شاء الله نوصلوا نتيجه طيبه. مرحبا بكم انا بحري سالمي من حزق معتمدية جبنين ولاية صفاقس خلاص كما قالوا الخيان انا استاذ فلسفه ومهووس بمعناها تحديد الاشكاليات واشكالياتنا الواقعيه هي في الفلاحه وفي الغذاء نتاعنا اليوم مشكلة كبيرة ياسر كما ذكروا خيان هو الساليميتي ديزو هي ماشية وتدمر الفلاحة احنا وقت الحقيقة كيفاش بدات الفكرة بدات مع السي شادي العبدلي وقت العمل لنا محاضرة على النباتات الملحية دونك انا واحد من الناس عجبتني برشا وقلنا لما لا ما نجربوش المسألة هذه وكانت تجربة في 2018-2019 تجربة كانت مؤخرة شوية احنا بدينا وقتها في جانفي وبعدك داب جيست احنا نحبوا نشوفوا مدى تلائمها مع المناخ ومع التربة ما نقري ان هي مؤخرة وصلنا باش نعملنا ريزلتا بوزيتيف والحمد لله فما دي فاريتي احنا لاحظت انا مباشر فما دي فاريتي ما تحبش البرد فما دي فاريتي ما تحبش السخانة دونك المهمة نتاعنا مع سي عرفات ومع المركز بيوتكنولوجيا انا قاعدين نخدموا نعملوا سيليكسيون في البذور ان هي تمشي وفنادات تتزرع وفنادات تحصد لانه تو انا عندي مثلا في الشون تاعي عندي فاريتي نتاع كينوا بون سافا مشات من رجله وكذا مي بسخانه هي تعمل لابورتمون فهمت انا عندك بروبليم اخر حفظ ويعرفوا خيان حفظ البذور تنجم تحفظها في حاجه وبعدك ما تنبتلكش الكل بالنسبه للسنه التجربه نتاع السنه كان عندنا 14 فاريتي مع سي عرفات حبينا نعملوا نشوفوا انهي تمشي اكثر انهي تعطي روندمون اكثر انهي تتحمل البرد اكثر
دونك فما 14 الفاريتي هذيا، فما انا فما تروا فاريتي خسرنا هضمنا انا جبتهم معايا كيما هما هما هضمنا الحقيقه الاكثر حوض عطاو روندمون. دونك ما قلقهمش لبرك ما قلقهمش، بس بون هو احنا زرعنا في نوفمبر نحينا في مارس، دونك ما خلتش السخانة. لا الأهم حاجة أن قاومت بالفعل مليو، مثلا المشكلة متاع النباتات في الشتاء هي المليو. أنا لاحظت أني قاومت وحدها المليو، أقل شو اسمه الزيلة كيف هي عندها زود مشاكل الحقيقة، عندها مليو وزيلة سويد. لا ما عرفتش على الاقل، انا ما عرفتش ما عرفتش. سويدا تبدا في الكحله تبدا كحله هكا. صحيت في القمح هذاك. تبدا في القمح. انا ما لاحظتش. دونك من 14 فاريتي فما تقريبا 5 او 6 فاريتي كانوا بصراحه ليكس، ولا هما نجحوا الكل. مي فوالا لي روندمون قريت حساب روندمون والكاليتي دي جران وكذا. انا الحقيقه شفت ضمن خاصه ضمن اللي حافظت على اللي فاريتي نتاعهم معناها كيما هما عجبوني على الاخر. كيما ذكرت سالت المدام انا السي كانت على مسافه تقريبا معناها 20 متر كيكا، دونك زوز طور تولي 40 متر. ما هيك استرة مش كاري. دونك استرة هيك تقريب عرض البلا هذي. دونك لا بلانتاسيون بار ليني. بار ليني فوالا. انا وقت اللي عملت هيك عملت الحصاد نتاعي وعملت الكالكيل وكذا، نلقى في ال 40 متر هذملا اعطتني 7 كيلو ونص. فهمت؟ وانت يحسب بار هكتار تقريبا، احنا انا حاسبها بار هكتار تعطينا تقريب 140 ليلي تقريبا، خاطر بين الوحده والوحده تقريب 70 سنتي 70 75. دونك احسب انت فوالا، دونك اكثر من 2 طن معناها، فما اونتر 2 طن و 3 طن. فهمت؟ وتعرفوا الكريم تاعها هي مازالت مرتفعه برشا، معناها في السوق يبيعوا فيها حتى 65 دينار 62 كيلو. بالجمله لا ما نزلنا الحقيقه ما نعرفوش، تمشي تلقى اونتر 45 و 63 تقريبا في لي غران سيرفاس. بالنسبه للسور، اسكو عندها سور بارتيكولي؟ بون سور عادي، بون الحقيقه انا لاحظت رمليه ولا ارجيلو. عندك ملاحظة أخرى، أنا ما عطيتها حتى شيء، ما عطيتهاش حتى أونجري شيمي، ما جاوبتهاش طبيعية. بون كيما خرجت مدام نجم نقول بيو تو خاطر ينزل سيرتيفيكا. عندك حاجة أخرى؟ سامحني أنا ما قلت تحط بيو سي انترديد دو ميتر معناتها بيو هو مش بيو افيك اون سيرتيفيكا. لا الحاجة يمكن تحب شوية أخبار معناها نتاع حيوانات. معناها هذا هو يعني كما كانوا يحكيو هكا قدامكم معناها البلا كل معناها تبارك الله اي حاجه تنجم تستعملها ممكن زاد الفراش يستعملوها. انا نحكي عندي شيء بون الحقيقه الفراش امام هكا الغلاية تاع ما يمشي في السوق ريزيدو يتعمل في مثلا افيك لي بلونت ميديسينال تعتبر حاجه اخرى على خاطر شفت هي حدوين الجران حتى التيجلو تاع دونك ما تنجمش تكون تبن ولا قول ما تنجمش بلا وخاصة كتشيح ما تخليش دونك هذا هو ما عرفتش انا نسيت حاجه اخرى. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. كم لا ديمونسيون تو كولينير؟ لا تو كان باش نتعداو باسكو انا فاهم لا كويزين وكيفاش كيفاش نستعملوها كي هو لازم تو دابور نحب نحكي شويه على البروديسيون جدا مع سيدي الشباب. لا يا خويا نسمع شوي نسمع. باهي نقدم لكم روحي ساعه انا ايمن الشعباني البروبريتير دو لا مارك لوكس سان جوتيل. كيفاش جاتني ليدي نتاع البروجي هذي؟ ليدي جاتني من حاجه مستني انا وليت عندي لا مالادي سيلياك ما نقبلش الجلوتين وما
تعرفوا توا البري غاليين على الاخر نتاع الماكله هذه فرينتنا فرينة الروز وفرينة القطانية. وقتها جيت في لي ريشيرش خاطر انا جو سوي ان كونتابل بعثت على الكونتابيليتي ومشيت نعمل في دي فورماسيون برا ونعمل جيت جو ديفلوب دي روسيت سون جلوتين ونجرب على روحي وناكل وندوق ونذوق في صحابي اللي هما لي سيلياك كيفي. لقيت المشروع بالحق خاطر ماهوش موجود برشا في تونس حتى كان موجود موجود بصفه غالي بصفه غريبه. بديت نعمل في حاجات من على الاخر كما قاعدين نشوفوا هذوما الكل اللي برودوي سان جلوتين بفرينه الروز بفرينه القطانية فرينه الكينوا بالحق تجربه جديده بالنسبه لي انا بالفرينه الكينوا. وعلى فكره بنينا على الاخر عملنا دي بسكويسيك ودي كوكيز شيء ستريس سلايد اي في سلايد لازم ندخل على الكينوا شويه في اللحم في الصغير جوست اسكو تنفع منها شويه طبسي ولا لا بيان سور بالنسبه لي انا انا اصحابي انا فامي ناس اللي عندي اصحابي عندهم مشكله وشفت الغلام تاع لي برودوي تاعي بصراحه بالنسبه للامكانيه انا نعرف معناها شنو معناها عبد سيلياك يمشي للجرون سيرفاس يلقى كان الغلام تاع الماكله حسيت بيهم العباد هذيا عملت دي بري تري ابوردابل بالنسبه للي سيلياك الكل ميم سي حتى ما هم سيلياك وعندي دي كليون ياكلوا سون جلوتين خاطر يعرفها ماكله صحيه وماكله ماكله صحيه عاد صحيح كاي بيان سور عندنا لي فيزيون على تونس الكل وجماعه الولايات وكل شيء معنا عندك عندك بوان دو فونت مازلت الاتيليي نتاعي في الدار نخدم سير كوموند في الزهروني وعندي دي زيبيس خايفين في 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 تونس الكل نبيعها لهم فهمت وعلى قريب ان شاء الله تري بروشين مون باش نحلوا بوان دو فونت ان شاء الله ربي يسهل ان Est-ce que tu dis que c'est une forme de pain? Est-ce que tu dis que c'est une forme de pain? Il faut que tu dis que c'est une forme de pain. Non, mais c'est une procédure. Tu as dit شكون يحب عنده استفسار على كل يحب يضيف قبل ما نتعداو الديكستاسيون شكون عنده استفسار لا هذوما قبل ما نذوقو كل واحد نتاع شنو من بعد تو كي تتعداو يفسر لكم اللي تحبوا عليه لا اسمه 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 زميلي هذا شنو اللي صار لكن ما في نوصل 2020 تازاش من كيلو طماطم بون ما عندناش حتى شيفر كيما قلنا احنا رانا مازلنا في لي بريمي با دي سي دو برودكسيون دونك فما كيك اغريكولتور اللي قاعدين يخدموا حاجه وما يقول لك معناها في قفص ما توصلش دو تون معناها تنجم ليموها في تونس الكل فهمت يعني حتى كان تمشي لي مارشي ولا لي كرون سيرفاس باش تلقى معناها لا مارك امبورتي معناها حتى بالقفص ولا بولي نص تاع قفص الكل ديستيني للاكسبورت دونك سوما حد الان من اونتر 35 50 دينار بالنسبه لتونس بيان سور هما خاطر لامبورتي كله بيو دونك معناها فما ناس معناها لي سوسيتي هذوما اللي يبيعوا في لي برو لي برودوي هذوما بيو دونك يحبوا يجيبوا برودوي بيو كيما كينوا ماهيش معروفه دونك باش يربح اكثر ولا باغ كونتر كان يجيب برودوي ماهوش بيو تتلقى رخيص حتى لاجريكولتور دونك بالنسبه لتونس اللي موجود في لي كرون سيفاس الاغلبيه كلهم معنا امبورتي حبيت نضيف حاجه وحنا كي خممنا في ما خممناش في البري ولا في التكلفه ولا قداش باش تقول خممنا كون ارضنا تنجم تنتج ولا ومعطى امكانياتنا نجم نجاه وما ينتج وبعد تبقى للاختصاص الربي ناج والبري والحوايج والحوايج اخرى هذيك بالنسبه لنا احنا بدينا كتجربه كون نجم ننتج وكو حاجه اخرى نحب نضيف على سي ناجي دونك احنا برشا ناس يقولوا لنا دخلونا في الكينوا دخلونا في الكينوا دونك باش تبدلوا لنا الشعير وقاموا حتى رشوا دونك اون با توشي معنا المستحيلات السبعه با توشي معنا التراديسيون تاعنا مي كيما تعرف في تونس احنا ممكن عندنا 10% دي تير دي سيرفاس اغريكول سالينيزي سي سا لو بلوز عندنا دي عندنا دي دي زون مارجينال نجم ممكن سي كريم نجم بالعكس قاعده تزيد قاعده تزيد كل يوم دونك احنا دي ستون الترناتيف سي تي سوليسيون كيما جربناه مع سي البحري معناها كان ينتج فيه برشا برشا اليوم عادش نجم ينتجهم كاش مع بذور مثلا اصليه ولا اتسيتيرا دونك كينو هذه ستون الترناتيف باش نمشيو للي زون هذوما سالينيزي باش يوليو يبرودويز معناها كيما قلنا
الكينوا معناها البو معناها تتحمل حتى 7 8 غرام بار لتر 7 8 غرام بار لتر حط اي طماط ملي تعرفوا ما تمشيش هما احنا عندنا سبخ مثلا في القروان عندهم مساحات كبيره اللي هي ما نصوش احنا السبخ نصبوا على الاقل لي ريجون اللي دايره السبخ احنا نسيت بعد تشوف الويبينار نسيت اللي اخترناه ما كل ما انا 1 كيلومتر 2 كيلومتر من السبخه معناها بالضبط بعيد كان سباحي بيكون قريب في زون كوتير من لي دو سيت الاخرين السبخه تشوفها بعيد بالعكس انت احنا نحلوا المشكله نتاع ناس عاني وزياده حبيت نقول لي احنا مش باش نزاحموا معنا لي زوتر سيريالتي C'est une alternative à la culture ou c'est une alternative à la production de la sanglutaire. Alors, je peux dire que je suis un peu rose, un peu chou, un maïs. نجم نبدل شوية طوشو من بعض الفاريتي بتاع البلا معناها ما شاء الله تعمل شنو هو اللي مالتي احنا اللي شفناه توك يديروا لي توازون فما اللي بيسرو فما لابارتمون معناها نتاع نتاع اللي بيران على خاطر تسيب معناها شوفوا شمو ما بين يعني البريود فلوريزون مع لي بريود ديال التمبيراتور فما دونك تصير ابارتمون دي جرين هذوما اللي مالتي معناها شفناه والمليو بيان سور هذاك موجود في كل مرة دونك بالنسبة للمليو نجموا نبعدوا عليه شوية دونك نتحكموا في الدونسيتي دو سيمي خاطر كي تكون الدونسيتي معناها كبيرة برشا دونك ساكريا في موجودة ماني قلت لك معناها احنا مسمى البروسيسيس نتاعنا مو فيهاش صحيح عملنا الكلتور عملنا ريكورد فما الوتر بروسيسيس اللي هو بوست ريكورد فما دي تريتمون دي جرين. نتصور خاطر تمشي في دي فاريتيز دوت. بيان سور. تمشي في دوت. دونك احنا جربنا لسي نتاع لا سيليكسيون دي فاريتي معناها كونديدات اللي نجم يمشيو في لي ريجون اللي نجمو عليهم. وصلنا للبرودكسيون دونك باش نولي نخدموا على الريكورد وعلى التريتمون بوست ريكورد. الريكورد شمعنا فما معناها باش نولي ميكانيزي كل شيء فما ماكينات. فما زاد قلنا كيما حكينا في الكاع السافونين دونك سكيم سوبستور تسمى تعدد التريتي باش نجم تكون عندك ان برودوي فينال. افكتيفمون. ومن بعد احنا ماذا بينا باش ناخذوا با ريجيون شاك ريجيون باش يكون عندها لو برودوي لوكال نتاعها. دونك هذايا مازال الخدمه مازال طويله معناها مش سهله. لا مش على تفاعل. من بعد كانت تبعوا الويبينار تاع اللي بي اندين. هما اليوم وساطين عندهم معناها دي سنين معناها يخدموا وعندهم بوكو بوكو دي بروبليم معناها هذه تاع لي تريتمون بوست ريكورد ولي ماركيت سي كيرا دونك احنا بصنا يا ربي على مدى هذيك مازال شويه تفاعل مع الكلام تاع رفيق المشكله تعرف هي مشكله توا انه كل شيء مانيو باليد فهمت ولا احنا توا باش الناحيه هذيا باش نكون كاين باش نكون كاين يلزم بيدي ونحي الجرين وندرج كيما كل الانسان في تعبك هذه هذه الصعوبه الاولى الصعوبه الثانيه هي انه كيما قال سي عرفات فيها ماده تسمى بالسابونين هي مره اذا كان انت في البريت هكاك معناها الجرين هكاك وتطيبها ما تنجمش تاكلها بكل 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 دونك لازم تعمل تريتمون التريتمون هذايا نورمالمون يكون افيك دي ماشين احنا ما عندناش في تونس الطريقة صعبة باش جينا الطريقة باش نعملوا تريتمون تقليدية على الأخر وبون مش من الأول مش ايفيدون من الأول ديريكت تعمل تريتمون تاعك بشوي بشوي اهتدينا الطريقة ما هي بصراحة تعب وتاخذ برشا وقت وديما تعاود خاطر فيها برشا صابونين دونك إذا كان تدخل لي ماشين هذوملا
وتولي معناها مساحات كبيره. انا نتصور البري مش يكون طايح على الاخر معناها في انه بصراحه معناها حسب ما شفت لي شارج عاديه جدا مش نتاع هيك ماتيريال دي رياسيون وطريف اخبار وحراثه وتهو معناها ما فهمش حاجه هيك سبيسيال معناها. لو اذا كان مش تكون مساحات كبيره ان شاء الله في تونس اكيد البري مش هو. اما بشرط يكون فما دي ماشين معناها تاع تريتمون تاع حصيدهم تاع تصفيه تاع الجرايلر هذه المشكله توا. هذا ما الحقيقه ما زلنا ما نجموش نعملوهم في مزيد في التجربه الاولى في الدي في ان شاء الله في هو في الواقع راهو كان نجحت معناتها النبته هذه كيما نحبوا احنا مش تحل افاق معناتها في الصناعه وفي الانتاج وفي التصوير وفي الفنيين في الطبق هذا معناتها اتفاق نشكر مربوطه ببعضها شكرا جست حد كسر في البيسرون داويت معناتها فترة باش داويت ما داويتش فما ريزمو انا عندي تصور عندي كوكسينير سارحة جات مع عند ربي معناها خاطر تنجم تعمل التريتمون تاعك بالبلوكسين هو اللي هو حتى اللي يعمل انسيغاسيون حاجه اخرى اللي عمل بها مدرسيون تاع كينوا نجم نعيد تعمل انسيغاسيون تخدم بها انا سيت سي كون اكزيفيت اون فور في كوبر لي ريشيرش كمل عليهم لا واللي فيه عندهم capacité anti-inflammatoire cicatrisante. Donc, à part les cônes, les feuilles de noix peuvent être comme des salades. Donc, c'est une plante aussi médicinale. لي ريجيون اللي جربوا فيهم الكوتور تحديد قروان جربوا فيها ولا ثاني حاجه باهي انا كفلاح كي باش نزرع منها وين نجم نبيع دي كونتيتي كبار وانتم حكيتوا على ثم دي تريتمون كل شيء الفلاح ما نجمش يعملهم بهذا الكم هذو انا شو نقول لك لازمنا نكملوا البروسيس تاع الخدمه نتاعنا يعني وفيش تكنيك تبدا حاضر نجم نعطيك فيش تكنيك نقول لك من تشري اللي قريب تتوكل على ربي خدمة اللي تبدا تجي تاخذ على الكرا مش 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 راهو البرودوي من بعد ساهل برشا نجم تكون ساهل دي كونفونسيون مع ناس تعمل الاكسبور ساهله برشا تعملها وعندي هذا الشامبيون عندي السيد الفلاني شامبيون ما تزايدش شكون مثلا انا نجم نقول لك تو عندي دي كونتاكت فما ناس من المانيا فما ناس زاد من امريكا يحبوا الفيلا بورتي معناها في تونس ممكن اقل قوه اقل يعني ونجم احنا نكملوا في التكنيك نتاعنا ساعات طبعا نحكيو في الكوميرسياليزاسيون. طلوين سرقوا فيها ولا؟ عندك سلعة كيفاش نجم تدبرها يعني موجود عندك ديما يعني كيفاش احنا تو نزيد خذينا باش نقولوا العباد راهو عندك يعني موجود اصلا تتكلم لي كونتاكت دوكم يعادوا دي كومون كل شيء وكل شيء موجود اوكي بس معناها نجم نقول تاع معناتها اباز دو كنوا تونيزيا ولا فورتي عندك كيفاش؟